مع حضراتكم ونحاول نعرف معلومات أكتر عن البيئة والحفاظ عليها. معانا على التليفون دكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة. برحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير يا أستاذة دينا وعلى السادة المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. الله يخليك. طبعا احنا في زمن الحروب دلوقتي، اكيد كل الحاجات اللي حوالينا بتأثر على البيئة، كل القنابل، كل الصواريخ، كل يعني كل مظهر من مظاهر الحروب اللي حوالينا بيكون لها يد فعالة في تدمير البيئة اللي حوالينا، ده كلام مظبوط؟ اكيد طبعا بيبقى فيها ضرر، لها اثار بيئية كبيرة جدا، سواء خصوصا من التعامل مع كمية المخلفات او الانبعاثات اللي بتطلع. صح. بس يعني انا حابب اقوله برضو ان احنا في مصر في السنوات الماضية يعني قطعنا خطوات كبيرة جدا جدا في مجال حماية البيئة. صحيح، بدأتوها يمكن بالتثقيف، تثقيف المواطن، وبدأتوا تدوا برامج تثقيفية بيئية للمواطنين، مظبوط؟ بالظبط بالظبط. وعايز اقول يعني لحضرتك وللأمانة ان لأول مرة يتعمل حملة على في جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئاسة الجمهورية فخامة الرئيس. صحيح. حملة تحضر للأخضر، وكان الحملة دي أو اللي هي مستمرة هدفها الرئيسي زي ما حضرتك قلتي رفع الوعي، لأن رفع الوعي ده في دول كتيرة جدا جدا. صح. كان هو الأساس إن إن إن, إن هو للحفاظ على البيئة. لما المواطن أو الشباب وأطفال يعرفوا الآثار البيئية هم أكتر ناس هيضغطوا للحفاظ على البيئة. الحملة دي طبعا بتركز على مشاركة كافة أطياف المجتمع، سواء شباب أو كبار أو حتى مجموعات مدنية مجموعات غير مدنية، كل ده في حملات كبيرة جدا للحفاظ على البيئة، وبتركز على عمليات التدوير. وزي ما حضرتك اشرتي دكتور علي، عندي سؤال، هل بدات تحس فعلا او بدانا نحس في مصر ان المواطنين بدا يبقى عندهم هذا النوع من الوعي تجاه البيئه ولا لسه؟ انا عايز اقول ان الاثار لهذه الحمله كبير جدا جدا جدا. يعني على سبيل المثال لما بيحصل اي يعني حاجه ضد البيئه، حد عمل مخالفه او رمى سامس حضرتك بتشوف على السوشيال ميديا. صح. البلاغات اللي بتتم ضغط اعلامي رهيب جدا جدا جدا، بيجبر كل جهات الدوله ان هي تتعامل وفوريا مع الحد. ده ما كانش موجود دلوقتي، فده ان يدل على شيء، يدل على وعي المواطن. لو حد مثلا كان رمى في نهر النيل مركب رمت مخلفات، حصل بلاغ وتصوير وتحديد المكان، ده بيساعدنا احنا حتى في عملنا في اخذ الاجراء الاستريح. فده يدل على ان رفع الوعي ده فعلا اثر تاثير كبير جدا 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 عند فئات المجتمع، لان موضوع البيئه ده مرتبط بالصحه، بالاقتصاد، بالسياحه. يعني مش موضوع بس ان انا بحافظ على البيئه، لا، لو انا بنظف. احنا بدانا نشوف كمان تاثيراته على المناخ في كل مكان في العالم. طيب طبعا. خليني اسال حضرتك، ايه اخبار الاستراتيجيات اللي بتقوم بيها الوزاره يعني اخذ خطوات فعاله في الحفاظ على بيئتنا؟ يعني طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا عايز بس اذكر الناس ان احنا استضفنا اكبر مؤتمر لتغير المناخ على صحيح. مستوى العالم كوب 27، ونجح نجاح يعني قوي، وحط مصر كلاعب رئيسي على مستوى العالم في اجنده تغير المناخ اللي لها تاثير كبير جدا. وزي ما حضرتك شفت السنه اللي فاتت حجم القرارات اللي طلعت اللي مصر يعني صاغتها واصرت عليها، منها مثلا انشاء صندوق الخسائر والاضرار للدول الناميه عن اثار تغير المناخ اللي كان متعطل لاكثر من 30 سنه. فاللي انا عايز اقوله ان احنا كوزاره بيئه، كوزاره معنيه بملف تغير المناخ والبيئه بصفه عامه، يعني عملنا العديد من الاستراتيجيات. استراتيجيه تغير المناخ 2050، تخيل حضرتك 2050 عندنا رؤيه، تم تحويل هذه الاستراتيجيه الى حزم من المشروعات محدده يتم تنفيذها وجذب التمويلات عليها.
في قطاعات كتيرة جدا جدا. طبعا طبعا. طب معلش، احنا بنسمع كل يوم، يعني ده طبعا اللي حضرتك قلته بيعكس اهتمامنا احنا كمواطنين بالبيئة واهتمام الدولة، لكن كل يوم بنسمع عن مبادرات جديدة بيئية وخصوصا اللي بتخص نهر النيل. اخبار المبادرات دي ايه، وازاي الجهاز بيحتضن المبادرات دي بل بيشجع كمان المواطنين للقيام بيها؟ أنا طبعا بشكر حضرتك على السؤال ده، لأن نهر النيل بالنسبة لنا هو الحياة وحاجة مهمة جدا جدا. كان من أول حاجات الإجراءات للحفاظ عليها إن وقف كافة أنواع الصرف الصناعي على نهر النيل. أيوه. وده كان إجراء كبير جدا من وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية. الجزء الثاني في الحملات اللي إحنا أصرينا نشارك وندعم الشباب والجمعيات الأهلية وفي عملية تنظيف نهر النيل من مخلفات البلاستيكية، لأن ده برضو موضوع مهم جدا جدا. طب بتعملوا فيها إيه يا دكتور علي؟ المخلفات دي بتودوها فين؟ بالضبط، ده حضرتك من ضمن الحاجات اللي هو غلق الدائرة. أنا بجمعها، ده أسهل حاجة. شاركنا في حملات كتيرة بنجمع. أيوة. لكن المهم جدا أنا أوصلها لأماكن تدوير عشان تقدر تعمل عملية تدوير وتنتج منتجات تانية وما ترجعش تاني للمياه مرة أو ترجع تاني تترمي. احنا بالضبط. عندنا تدوير للبلاستيك الاكياس دي اللي احنا بنتكلم على 300 كيلو شهريا. لو عندنا طبعا صناعات كتيرة لعملية التدوير، ولكن برضو ساعدنا الشباب والجامعات الأهلية انها تعمل زي مراكز تدوير لهذه المخلفات. بالإضافة إن إحنا أصدرنا قانون المخلفات وفي بند يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية. صح. في مصر. وده هي لأن طبعاً إحنا بنستخدم 14 مليار كيس في السنة في مصر بمعدل 70 ل 80 كيس للفرد، وده عالي جداً جداً. بس لسه بيستخدموا يا دكتور علي. بالظبط بيستخدموا، لكن احنا النهارده في تنفيذ القانون هيبقى بنشجع بدائل. ايوه. اللي هي الاقمشه، الحاجات اللي هي يعني صديقه للبيئه، مش هتعمل الافكت المدمر ده على البيئه. وعايز اقول لحضرتك الاهم بقى ان في القانون بيمنع التوزيع المجاني للبلاستيك. في اوروبا لا زال بيستخدم، ولكن بس لازم لو دخلت حضرتك سوبر ماركت بيبقى غالي. بالظبط، فهيقلل من استخدام. برضه لازم نشجع الصناعات البديله زي ما حضرتك قلتي عشان نقضي على المشكله دي من اساسها، وان اي صناعه ان هي تشتغل على بدائل، لان هو ده اللي المستقبل. طبعا. ودول كتيره طبقته مجاورة لنا ومفيش مفر منه. أكيد. أنا بوجه جزيل الشكر لدكتور علي أبو سنة، شكرا جزيلا. طبعا دكتور علي أبو سنة هو رئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.